الاسعار لازم يكونها تنزل عن كده. جيب منين 600 جنيه 500 جنيه؟ غاليه 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 جامد قوي على الشباب. الشباب هتجيب منين فلوس تدفع الايجار؟ غاليه طبعا. اسعار العقارات دي بتعتبر استثمار، يعني يمكن اكتريه الناس حتى فلوسها في الطوب عاليه. لا بالنسبه للعقارات الاسعار اسعار غاليه ومش متناول الجميع، متناول ان هم الناس اللي هم القادرين اللي يقدروا يدفعوا. اما بالنسبه للفقراء او محدود الدخل مش هيقدر يجيب شقه. مش عارف، انا ما اعرفش اسعار العقارات اساسا. والله العقارات دلوقتي يعني نزلت عن الاول شويه. عقارات ايه؟ انا عقارات في عقارات اسعار عقارات؟ عقارات في جمهوريه مصر العربيه اغلى عقارات في العالم. اكيد اسعار العقارات غاليه جدا بالنسبه للشباب. الطبقات الغنيه هي اللي بتسكن في الحاجات ديت وهم اللي بيدفعوا، لكن الفقير عمره ما يعمل اي حاجه، مش هيشتري اي حاجه خالص. طبعا العليا طبعا طبعا عاليه جامد قوي، ولا بين لها واسطه ولا بين لها ضعيفه خالص، هي طبعا العليا جامد. الطبقه الاولى؟ لا دي بتناسب الطبقه اللي هي سوبر مان، يعني اللي هم الناس اللي هم معاهم فلوس كتيره مش عارفين يعملوا يقضوها فين. وطبعا اسعار العقارات الفتره دي مرتفعه جدا ومحتاجه من الدوله تدخل بشكل سريع، لان ازمه العقارات دي من الازمات الشديده جدا وبتؤثر على الشباب بالتحديد والمقبلين على الزواج. ونطلب من الدوله انها تتدخل بتوفير اراضي في المدن الجديده، اراضي كثيره وشقق تبع الاسكان الاجتماعي توفرها للشباب.